رابع خطوه يبقى احنا بنشوف ماشيين ازاي اول خطوه هنخلص على مثلث النكد ثاني خطوه نقلل موضة الخصام ونبادر للصلح وخيرهم الذي يبدا بالسلام ثالث خطوة إن إحنا ببساطة خالص 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 نحاول طول الوقت إن إحنا نعمل إيه؟ نمنع التدخلات اللي ممكن تزود فترات عدم التصافي ونقدم رؤى ويقدموا رؤى وقراءات كتيرة جدا 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 للخلاف ده احنا مش في حاجة اليه رابع حاجة نعمل ايه عدم ذكر المواقف السلبية بعد ما نوصل لحل الخلاف يجب ان احنا ما نرجعش تاني نفتح الملفات القديمة وانا بقول لكم ارجعوا لحلقات اتكلمنا فيها عن كيفية التخلص من الملفات القديمة وازاي نقدر نعمل ده ونقعد نفكر بعض بقى باللي حصل واللي جرى وانت اذتني وما اذتنيش كل الكلام ده خلاص بعد ان انتهينا من الخلاف خلاص فما فيش داعي نجدد الخلاف في فكل اللي انتهى لازم ما نرجعلوش تاني عارف احنا بنرجع للحاجات اللي احنا انتهينا منها ليه؟ لان احنا مش حاسين بامل في المستقبل وكان حياتنا هي بس الماضي لا حياتنا فيها وسع كبير الناس دايما عندها تعبير اللي جاي مش قد اللي راح لو كان قصدك ان انت بتحفز نفسك ان انت تجتهد انا عندي محفزات تانية ان الحياة اللي جاية اوسع فمحتاجة عمل اكتر فاللي جاي اوسع من اللي فات لان اللي جاي اللي فات اتحصر فمحدود لكن اللي جاي في علم الله الواسع وفضل الله الواسع فاللي جاي اوسع من اللي فات يا ريت نقول الكلام ده مش اللي جاي مش هيقول هيكون اكتر من اللي فات لا اللي جاي اوسع من اللي فات لان ما عند الله سبحانه وتعالى خير وابقى فاللي جاي ده عند الله فلازم نتعامل معاه على انه اوسع وبلاش طريقه اصلي انا لازم كل شويه افكروا تفكروا بايه بقى با؟ فكروا باللي فات وفكروا ان انا سامحته على اللي عمله معايا عشان ايه ما ينساش نفسه ويرجع يكرر الغلطه دي تاني هو ساعات بنزود عليها حاجه لطيفه كده ويعرف امتي برضه بس ربنا سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم يعني إيه؟ آه ده إحنا بنفتح الباب لخطوات الشيطان وخطوات الشيطان دي ما بتوديش إلا, إلى جهنم إلى النار والمكايد والضيق والحرج عشان كده ذكر السلبيات بيفتح باب الشيطان عشان يدخل بينا وتجدد الخلافات رابع حاجة نذكر المحاسن بشكل دوري محاسن كل واحد فينا بشكل دوري ومن أهم العوامل اللي بتساعد على التصافي إنكم تفتكروا لبعض المحاسن والمميزات اللي لشريك حياتك. ده غير المسألة اللي إيه لما إحنا قلنا نسرع ونبادر بالتصافي، ده غير ده، لا ده إحنا هنذكر بشكل دوري يوميًا نمتن لبعض، يوميًا نشكر بعض، يوميًا نذكر محاسن بعض. ف فلما نمتن على وجودنا مع بعض ويا ريت لو تكتبوا المواقف الايجابيه دي بينكم في كده في دفتر بيجمع محاسن الاخلاق اللي بتتعاملوا بيها مع بعض ويبقى الدفتر ده اسمه ديوان التصافي وكل ما يحصل خلاف او او يتعكر صفوكم نعمل ايه نرجع للكراسه دي ونقرا في الديون ده عارف ده زي ايه زي البوم الذكريات البوم الذكريات بيدخل على قلوبنا السرور ويخلينا نحس بان احنا الايام دي كانت مليانه بهجه كذلك ده علمنا قد ايه احنا قدرنا نتجاوز ويساعدنا على ان احنا نرجع تاني نصفه ويكون في دافع للتغاضي والمسامحه والتصافي يا ساده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعلمنا ان دخول الجنه بيكون بالقلب السليم فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم احنا عايزين نعيش الدنيا كده نعيش الدنيا بأخلاق أهل الجنة نعيش الدنيا ب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين عايزين نبقى على سرر متقابلين في الدنيا قبل الآخر عايزين نبقى متصافين فاللي يستطيع أنه يعيش بقلب سليم عايش في نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله في الأولى قبل الآخرة لأن الزواج ده على فكرة محراب بنعبد فيه الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا محراب الزوج محراب لزوجته والزوجة محراب لزوجها ولذلك أفضل ساحة نعبد ربنا فيها هو البيوت أفضل ساحة ممكن نعبد ربنا فيها هو شريك حياتنا ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم وخيركم خيركم لأهلي يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى لازم نتعلم مهارة العيش بالتصافي عشان نوصل للسعادة في الدنيا والآخرة احنا لازم نكون على ده لان اللي بعيش في الصفاء ده لاني سالوني ان تسكن السعاده قلت لهم واحد شارع الصفاء يا رب جعلنا من اهل الصفاء ومن اهل التصافي ونفضل دايما في صفاء وفي رضا وفي سعاده يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين